أسعد الله مساكم مشاهدين الكرام وين ما كنتوا، حياكم الله معانا في برنامجكم، برنامج الفجيرة تجمعنا واللي يجمعنا كل ليلة في على قناة تلفزيون الفجيرة. ولا تنسوني ولا تنسوني إني أمسي على زميلي سمير. سمير مساك الله بالخير. يا مرحبا وسهلا، مساك الله بالخير وبالنور والورد والسرور والعرض والعطر المنثور. يا سلام أخوي علي، عليك وعلى كل من يتابعنا، ونقول لهم جمعة طيبة علينا وعليكم إن شاء الله، وعسى أيامكم كلها فرح وسعادة وأمسية مسائية جميلة تجمعنا عبر برنامج الخير والمحبة والسلام دائما من إمارة الخير الفجيرة وبرنامج الفجيرة تجمعنا. وعلي مثل ما تعرف مواضيعنا كالعادة مميزة. نعم. نحن يعني ما شاء الله يعني كل حلقة عندنا ضيف جديد، معلومات جديدة، وطبعا وجودك يكتمل معانا هذا البرنامج. تسلم لي يا سمير، بالعكس تواجدنا مع بعض إن شاء الله أنها تكتمل هذه المنظومة، والهدف واحد هو إرضاء السادة المشاهدين ومشاهدينا. راح نتعرف في هذه الحلقة على دور جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في الفجيرة في دعم وتأهيل جيل مميز من المحامين. سمير أخوي علي، كانت هناك حملة جميلة أيضا لكل قلب اللي أطلقتها جمعية القلب الإماراتية بمناسبة اليوم العالمي للقلب، وأيضا هناك العديد من المواضيع والتقارير اللي منسلط الضوء عليها. أخوي علي، يعني ما شاء الله أنا من خلال تقديمي لهذا البرنامج والمواضيع اللي نحن ما شاء الله علينا نطرحها كل يوم، اكتشفت ان، وهذا شيء مكتشفينه من زمان، يعني ان في هذا العالم نحن نحتفل في كل الايام العالميه، وما شاء الله اليوم الجيل الجديد، المؤسسات الشبابيه، الجمعيات التعاونيه، جمعيات ذات النفع العام، كل المؤسسات ذات الاهليه قاعده تقدم في الايام العالميه فعاليات مبتكره وجديده وبرؤى شبابيه. فهذا الشيء يعني قاعد يسوي عندنا نقلة نوعية في جودة البرامج حتى اللي تقدمها هذه الجمعيات. نعم بلا شك سمير، هذه الجمعيات مش فقط أنها تقدم لنا نحن كوجبات دسمة من الأخبار والتقارير الإعلامية اللي طبعا نقدمها لمشاهدينا، ولكن لو جينا لقلب المواضيع اللي هم، أو للنتائج الفعالة للمواضيع اللي هم يطرحونها، للأمانة نتائج تخدم الإنسانية، تخدم المجتمع، تخدم العالم بأجمع. نعم نعم نعم. يعني إذا تكلمنا مثلا عن يوم القلب، كثير منا أحيانا نسهو أو ننسى يعني أن القلب أيضا له صحة ولا بد أن نحافظ عليه بطريقة معينة، وهو عنصر أساسي من عناصر جسم الإنسان، وفيه الكثير من يعني الأيام أيضا المميزة اللي فيها مواضيع حلوة وجميلة. وأكيد مشاهدينا نبدأ معاكم كالعادة من إمارة الفجيرة اليوم والمهرجان الأول للعام 2022 و2023 لبراعم الجودو اللي نظمه اتحاد المصارعة والجودو بصالة الهيئة العامة للرياضة في الفجيرة. أخوي علي. نعم سمير، طبعا هذا المهرجان مشاهدينا الكرام برعاية سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وبالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، وشهد أكثر من 200 مشاركة من البراعم وسط حضور كبير من مسؤولي الاتحاد والأندية، وكذلك مسؤولي الفئات العمرية في هذه الأندية وبعض العائلات أيضا. وشهد المهرجان مشاهدينا إقامة العديد من المباريات التنافسية بين براعم الأندية، واللي تهدف لمزيد من الاحتكاك في أجواء تنافسية لا فائزة فيها في هذه التجربة الفريدة طبعا ومميزة من قبل لجنة الجودو المحلي بالاتحاد، واللي بذلت الكثير من الجهد في سبيل إنجاح هذا التجمع السنوي لبراعم الجودو. سمير، يعني شيء جميل التنافس في، او الروح التنافسيه هذه في للفئات العمريه، والاجمل ان الجهات اللي ساهمت في انجاح مهرجان البراعم وخاصه رئيس واعضاء نادي الفجيره للفنون القتاليه ومسؤولي الفئات العمريه في هذه الانديه، وايضا ما ننسى العائلات لهم شكر كبير ايضا، وهم اللي يسعون وجميعهم بخروج المهرجان بصوره رائعه ومميزه، ما يدعو للتفاؤل بمستقبل زاهر للجودو الاماراتي.
أخوي علي فعلا اليوم مثل هذه الفعالية لما نحن نستقبل براعم فئة أطفال وشباب ناشئين يعني يمارسون هواية، وهذه الهواية أو الرياضة رياضة مهمة لها في المستقبل شأن كبير وتنافسية، وقد يكونوا أبطال محليين ودوليين، بدأوا البداية ولم يضعوا فيها منافسة، فكم الجميل في ذلك أن اليوم أنت تطلع كل الأطفال هؤلاء فائزين، فأنت تزرع فيهم أن هو فرحان رجع البيت هو فائز، سواء كان خسران ولا فائز هو فائز في النهاية. أكيد أكيد. فيروح وهو حاب الشيء، وفي مستقبلا راح نشوف منه يعني عطاء أكثر وحب أكثر لهذا المجال. أكيد سمير، ولا ننسى أيضا أن الهدف الأسمى هو أن على المقولة اللي تقول العقل السليم في الجسم السليم طبعاً. لذلك احنا اولادنا وبراعمنا واطفالنا وشباننا طالما في 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 رياضه مثل رياضه الجودو وغيرها ايضا من الرياضات، فان شاء الله نحن دائما وابدا ان شاء الله مميزين بالاستثمار في شبابنا. طبعا مشاهدينا مستمرين معاكم ومكملين فقراتنا، وراح نتكلم ايضا عن دور جمعيه الامارات للمحامين والقانونيين في الفجيره، وهو في وذلك في دعم وتأهيل جيل مميز من المحامين، ولكن بعد هذا الفاصل خلكم جريب. المحاماة واحدة من أسمى وأرقى المهن على مر العصور، فما أعظم أن يسهر أحدهم ويبحث في أدق التفاصيل لحفظ حقوقك وحقوق غيرك، ويسعى بكل جهد كي يثبت كل ما هو في صالحك إلا إذا تعارض مع حقوق الغير. نعم سمير، وواجبنا عليهم ضمان سماع صوتهم وتهيئة بيئة مناسبة لمناقشة أفكارهم وسماع اقتراحاتهم وتعزيز دورهم ومساندتهم أيضا في كل خطوة مثل ما تقوم به جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالفجيرة. التفاصيل مشاهدينا في فقرتنا الجميلة هنا الفجيرة. في هذه اللحظات معنا في الاستديو رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات للمحامين فرع الفجيرة موزة مسعود للحديث عن دور الجمعية في دعم وتأهيل جيل مميز من المحامين والقانونيين. يا مرحبا فيك أستاذة موزة، نورتينا في برنامج الفجيرة. يا مرحبا في البداية أستاذة، ما شاء الله عليكم جمعيتكم مميزة في دعم المحامين ونشر الثقافة القانونية عبر تواجدكم معنا في هذا البرنامج، أيضا نحن شاكرين لكم هذا الشيء. اليوم شو الدور الأساسي اللي تدور به جمعية الإمارات المحامين والقانونيين في إمارة الفجيرة؟ أول شيء لما بتكلم عن نبذة بسيطة عن جمعية المحامين، يمكن الناس ما يعرفوا إنه هذه الجمعية هي جمعية قديمة تم تأسيسها على يد المحامين اللي هم الآباء اللي هم القدامى. نعم. اللي سنة 1980. هي يعني تعتبر جمعية عريقة تقريبا أكثر من 40 سنة قامة، وتأسست في إمارة الشارجة، وكان الداعم الرئيسي لها الشيخ سلطان حفظه الله. وبعد كذا على لما تسارعت الأيام والسنوات صار إنه إقبال كثير على مهنة المحاماة، فأصبح إنه لازم يكون في المنطقة الشرقية في فرع، فتأسس الفرع الثاني في إمارة الفجيرة وبرعاية بعد الشيخ حمد الله يطول في عمره. بعد كذا صار لها فرع ثالث تقريبا في إمارة أبوظبي، وبعد هناك في لها من الشيوخ إمارة أبوظبي هم الداعمين لها، فأصبح في الدولة محاطة بجمعيات، جمعية اللي هي الأم والأفرع اللي لها اللي موجودة في الإمارات الباقية على أساس أنها تغطي جميع الإمارات، وهذه دورهم دائما يكون دور مرتبط مع الجمعية الأم وفي نفس الوقت مع المحامين الموجودين أو الاستشاريين أو اللي هم لهم علاقة بالقانون،
وبعد دورنا احنا كمحامين او كاعضاء في الجمعيه انه يكون مع المؤسسات، مع الوزاره، مع الحكومه، لانه ما في اليوم شيء ما داخل فيه قانون، ما في. انت اليوم تروح اي مكان تخطب ورقه لازم يكون عندك قانون، لازم يكون عندك معرفه او عقود او كذا، فاصبح انه من الضروري انه تكون هناك في جمعيه اول شيء تراعي وترعي المحامين الموجودين، الشيء الثاني توقف على التطورات والتغيرات الموجوده في سواء في العالم او سواء في قوانين دولة الإمارات. نعم. الصحة والعافية. نعم يعطيكم الصحة والأستاذة موزة. احنا اكيد بلا شك هناك عندنا محامين اكيد يشاهدون هذه الحلقة او الفقرة، لكن نبغي شوي نسلط الضوء على الشروط والمعايير اللي يجب تكون متوفرة للالتحاق بهذه الجمعية. هي شروط بسيطة، لازم يكون الشخص اللي هو يبي يلتحق بهاي الجمعية اول شيء يكون قانوني، عنده شهادة قانونية، سواء كان هو يعمل في هذا في مهنة المحاماة أو وكيل نيابة أو حتى في الشرطة أو أنه من الطلاب أو من المستشارين الموجودين العرب الموجودين، بس بشرط يكون لهم إقامة فعالة في دولة الإمارات. فالشروط بسيطة مع رسوم رمزية فقط في، وبالنسبة للطلاب يكون يعني أقل الرسوم، أقلها على أساس أنه لازم إحنا نواكب هاي الجمعية تجمع ما بين العاملين وما بين الطلاب الحديثين. الحين لازم أنهم يطلعوا على القوانين أو يطلعوا على الجمعية هي كيف سيرها هاي الجمعية وأهداف الجمعية ورسالة الجمعية، والشيء الثاني يكونوا واقفين مع، لأنه هاي الجمعية أو الفروع اللي تتبعها يكون دائما اللي ماسكينها ناس لهم خبرة قديمة، فعندهم الإلمام بالقيادة، عندهم الإلمام بالخبرة، عندهم كيف الإدارة كيف ذي، فطبعا لازم ينصب هاي الخبرة كلها على الطلاب اللي هم في امتيازات. كوني أنا مثلا على سبيل المثال أنا محامي اليوم أو وطالب حقوق واشتركت في هذه الجمعية، دفعت الرسوم وكذا والأمور اللي مثل هذه، في امتيازات تقدم لي من قبل الجمعية لي أنا؟ في خصومات لما في دورات بتكون في خصومات لين الأعضاء، خصومات وخصومات لين الطلاب الموجودين، وفي نفس الوقت في احنا الجمعية قدمت لنا اللي هي بطاقة إسعاد، انك انت اي مكان تروح تكون عندك بطاقة إسعاد. نعم. على اساس انه يعني يكون شوية في يعني في انه دعم ولو بسيط من الجمعية، دعم مادي على أساس أنها توفير لهم ذي وحسوا أنهم هم مرتبطين بهذه الجمعية. الشيء الثاني دائما لما يكون في دورات من الجمعية يكون في إعلان لين الكل، واللي حاب يشارك رسوم بسيطة وما يعني ما هاي الرسوم ما تكون مرهقة، والأولوية طبعا للمشاركين في الجمعية. أيوة الأولوية الأكيد للأعضاء، ولكن إحنا بعد فاتحين دائما الباب على مسرحيه للي حاب إنه هو من الطلاب زي ما أنا قلت أو من المنتسبين اللي هم عندهم شهادات في القانون أو المستشارين أو اللي هم مساعدين المحامين اللي في المكاتب، ممكن اليوم يحابين يطلعوا على القوانين أو حابين أنهم يتثقفوا على. نعم. دور هذه الجمعية أو على هاي القوانين اللي هي تتعدل دائما، فلازم يكون كل واحد أنه هو له الحق أنه يسعى وأنه يدخل الجمعية. ولكن أنا اليوم ما على أساس هي الشروط، على أساس حبي أنا، هل أنا عندي الرغبة على أساس أني أنا أكون مطلع من خلال اشتراكي أو ملتحق، مع أنه الجمعية وايد مسوية تسهيلات ودائما نتذكر وأنها هي تطلب فعلا وفاتحة الباب على أساس منه يكون حاب أنه هو يكون عنده عضوية في هذه الجمعية. يعطيك الصحة والعافية أستاذة. طبعاً اليوم ما شاء الله دوركم مهم في المجتمع، ووجود جمعية مثل هذه في المجتمع يعني دعم للمحامين ولأعضائكم وللمجتمع بشكل عام. اليوم كجمعية هل هناك خدمات أيضاً ممكن أنتم تقدمونها لمن يرغب بالاستشارة مثلاً من أفراد المجتمع، يعني تقدمون لهم مثلاً ورش تثقيفية قانونية، شو الخدمات اللي ممكن يستفاد منها أيضاً أفراد المجتمع؟ بالنسبة للجمعية من ناحية الورش الحمد لله الجمعية مغطية جميع الورش، حتى في لو كان في اطلاع سابق على اللي هي المحامي الصغير، حتى سوينا اللي هي المحامي الصغير أو عطينا يعني فرصة لأن الأطفال اللي موجود في المجتمع الإمارات اللي عندهم رغبة على أساس أنهم يلتحقوا بهذه الدورة، وكانت فعلا من الدورات المميزة بالنسبة أنا اليوم أني أنا كعندي خبرة في المحاماة أعطي أو أسقي هذا الطفل كيف يكون قانوني في المستقبل، كيف يعرف حقوقه في المدرسة، كيف يعرف حقوقه في البيت، كيف يعرف حقوقه، وفي نفس الوقت مش بس يعرف حقوقه، يعرف حقوقه والواجبات اللي عليه تجاه أسرته تجاه مدرسته تجاه مجتمعه. فدائما يعني في دورات
وبالنسبة لأن دائما احنا عندنا في الجمعية الأم اللي هي اللجنة أو الإعلامي الإعلانية، دائما هذه أي أخبار يعني مثلا عن التعديلات او مثلا اخبار عن دورات او كذا يكون في نشره لها نشره دوريه. وبالنسبه لنا الدورات دائما لو في منكم اطلاع بتلاقوا انه الدورات مغطيه في الانستغرام، مغطيه دائما الاحداث او التعديلات اللي تحصل دائما في القانون او اللي يطلبوها المحامين او اللي ممكن فيها اشكاليه عليهم في فهمها، مثلا يكون مساعدين القضاء نستشيرهم ويدخلوا معانا يسووا معانا دورات، وكلاء نيابه، محامين نفسهم يكون عندهم باع وخبرة في مهنة المحاماة، أو حتى اللي هم المستشارين اللي موجودين في المكاتب، مكاتب محاماة وعندهم خبرة وعندهم إلمام بمهنة المحاماة، عادي الموضوع مفتوح. وإحنا مسوين في جمعية الإمارات للمحامين الحقوقيين شهريا اجتماع بين المحامين، يعني مطرح هذا ويحددوا له وتم إعلان عن اليوم المحدد على أساس أنه يكون كل المحامين أو المستشارين اللي لهم رغبة على أساس أنهم يجلسوا في هذا المجلس يطلعوا على آخر التطورات من المحاماة، يكون في تواصل وترابط بين المحامين. جميل. يعرفوا شو المشاكل اللي تعانيها من المحاماة أو شو التغيرات، لأنه دائما لما يكون في تعديلات في القوانين اكيد في تغييرات في المحاكم، في تغييرات في اليات، يمكن الموظفين اليوم ما يعرفوا او يكون عند المحامي مشكله في المحاكم مع جهه معينه او مع اداره معينه، فدائما لما يكون في اجتماع ينطرح هذه المواضيع اساس يشوفوا لها الحلول ما تكون يعني متراكمه. فسوينا شهريا اجتماع من غير الدورات ومن غير المبادرات ومن غير الاجتماعات، احنا كل شهر عندنا اجتماع في جمعيه في الجمعية على أساس نشوف هذا الاجتماع شو اللي احنا طرحناه في الاجتماع السابق وشو اللي ما كملناه وشو اللي خلصناه وكملناه وشو اللي الخطة المستقبلية اللي احنا بنوقف عليها. واعتقد انه تقريبا شهر 13/9 كان عندنا يوم القانون. نعم. والحمد لله سوينا مؤتمر وكان من المؤتمرات الناجحة من حيث انه محامين وفي كلمات وفي اوراق عمل ومن كبار يعني المحامين ومن كبار الشخصيات الموجودة في الدولة. نعم يعطيكم العافية. سمير انا حقيقة يراودني تساؤل وهذا التساؤل راح اطرحه عليك استاذة موزة، هو يمكن شوي بعيد عن موضوع الجمعية اللي احنا قاعدين نتحاور نتناقش فيه، المهن القضائية على سبيل المثال. اليوم أنا أبغي أعرف، أنا يوم أشوف وكيل نيابة ولا أشوف محامي سيدة يجي في بالي يا أخي هذا كيف وصل محامي، كيف وصل وكيل نيابة، مستشار، قاضي، حاجة، المهن القضائية. فيراودني هالسؤال كيف وصل، شو درس، شو المراحل اللي مر عليها لغاية ما وصل لهذه المهنة أو لهذه الوظيفة أو لهذه المكانة القضائية. هي الدراسة اللي هي مخصصة في الجامعات. نعم. اللي هي مثلا أنا لو حبيت أني أدخل تخصص معين أول شيء مش الدراسة، لازم يبتدي مني أنا كشخص، حبي لهذا، اتجاهي أنا وين اتجاهي، هل أدرس طب، هل أدرس محاماة، وإذا كان أنا درست حقوق اليوم أنا وين اتجاهي، هل أنا اتجاهي مستشار أو أني أنا أشتغل في وظيفة حكومية وأكون مستشار لهذه الجهة الحكومية. يفرق أستاذة يفرق؟ أيوة يفرق. يفرق توجهك أنت عن الدراسة؟ أيوة يفرق حبي. هي الدراسة وحدة، لكن عقب ما تخلص الدراسة القانون اللي هي 4 سنين مدتها يكون هناك في شيء في تدريب في المعهد القضائي، هاي التدريب اللي هي يسقط كل اللي احنا درسناه. بعد كذا أنت تحدد اتجاهك الشخصي، يحدد اتجاهه، يا أما يروح إلين وكيل نيابة على أساس أنه فهناك بيكون في آلية ثانية على أساس التحقيقات وعلى أساس دي، لأنها بتكون دراسته فقط في جزئية معينة. أما لما أنا بكون محامي لازم الدفاع. أكون ملم، حتفرق، أنا بكون محامي اليوم لازم أنا ألم بكل الشيء اللي موجود سواء القضايا المدنية والقضايا الشرعية والقضايا الجزائية، لازم يكون أنا عند على اطلاع فيها. أما إذا أنا حبيت أن أكون مستشار بعد نفس الشيء، لأنه المستشار اليوم في المكتب ويعطي كل الخبرة اللي عنده، لما حد يستشيره في شيء يكون هو عارف مميز بين هذا الشخص اللي يستشيرني دعوة شرعية ولا مدنية ولا جنائية ولا في عقود ولا في شيء ثاني على أساس أن أنا أقدر أخدمه، فهنا بتفرق. فإحنا دائما نقول خاصة مهنة المحاماة اللي هي المهنة اللي دائما تتطلب أنك أنت على استمرار، تكون على دراية، على قراءة،
على اطلاع على تعديل القوانين، على فهم، على شوية مراوغة، مش المراوغة اللي هي ما محبوبة، ولكن المحمودة اللي أنت تقدر من خلال هذا الملف أنك أنت تطلع، لأنه أنت قبل ما توصل القضية لين المحكمة هي واصلة عند المحامي. اليوم المحامي مطلع على أوراقها، مطلع على الفايل، مطلع على الملف، مطلع على شكل الدعوة. هل أنا اليوم مدعي ولا مدعي علي؟ هتفرق أنا اليوم أنا وين اتجاهي. عشان إحنا دائما نقول لازم اللي بيدخل أي مهنة وخاصة مهنة المحاماة يحدد مساره، لازم يكون هو يحدد مساره وقبل يحبها. أنت لو حبيت حتتميز، لو حبيت حتبدع، لو حبيت حتعطي. مهنة المحاماة مش مهنة أنا اليوم مرتبطة، آسفة في الكلمة، من الساعة كذا للساعة كذا وأنا أسكر وأروح، لا، هذه مرتبطة أن في كل وقت أنت لازم تكوني. لكن في ناس يحددوا أنا اليوم وقتي كذا كذا لمهنة المحاماة والباقي لبيتي، ولكن أحياناً تضطرك الظروف الطارئة أنه هذا موكل عندك وضروري أنك ترد عليه، ضروري تعطي الاستشارة. هو وين استشارتك هي اللي بتفرق معاه، هل هو يفتح بلاك، هل هو فعلاً وين يتجه، لأنه أنت فاهم القانون، فهو يمكن أي خطأ يعني يرتكبه هذا الشخص يمكن يأثر عليه، لكن أنت كقانوني أنت عارف ومطلع وواعي. فهي الحب، هي أول شيء لازم يكون حب. نعم. وإخلاص وأمانة، لأنك أنت لما الشخص يعمل لك توكيل ويعطيك، هو أعطاك أمانة، لسانه، عقله، فكره، نطقه، أعطاك كل شيء، فأنت لازم تكون أمين مكان هذا الشخص، كأنه هو اللي دافع عن نفسه، فأنت تكون أمين. شكر لك على التوضيح أستاذة. شكر لك أستاذة. في نهاية لقائنا نحن نبي منك أستاذة موزة كلمة توجهينها لكل طالب يدرس قانون وهو على مشارف التخرج وأنه يمارس حياة المحاماة أو يكون يعني له في سلك القانوني في إمارة الفجيرة. أنا في الفترة، عشان أكون صادقة معاك أستاذ، أنا في الفترة الأخيرة ملاحظة إنه في طلاب كثير في القانون، ولكن هي مرحلة شهادة أساس نطلع بوظيفة أو نرتقي في وظيفة المعينة الموجودة. هذا الموجود، هذا الواقع الموجود، ولكن إحنا لو تكلمنا زي ما الأستاذ رديت عليه، أنا لازم أحب هذا الشيء، أنا لو حبيت وبعطي، لأنه مهنة المحاماة المهنة الوحيدة اللي هي ما تموت. زي ما إحنا قلنا إني أنا اليوم أشتغل في وظيفة، سواء في الشرطة، سواء في أي شيء، وعندي شهادة اللي هي شهادة القانون، أنا أقدر أركنها وأحطيها بعد التقاعد، أو بعد إني أنا خلاص إني مثلا استغليت من هذه الوظيفة، أنا ممكن أرجع لنهائي استغل هذه شهادتي، اكون مثلا ادخل دوره معينه وادخل كمحامي. ولكن احنا عندنا المشكله ما عندنا الوعي الكافي على اساس احنا نعرف شو دور المحامي، شو دوري اني انا من البدايه، هل انا فعلا حاب هذه المهنه؟ لو حبيتها انا فعلا بمشي فيها رغم الصعاب. ما في شيء اليوم ما في صعب، ما في وظيفه ما صعبه بالبدايه. احنا كلنا تعثرنا ووقفنا وطحنا وصار لنا كذا وصارت لنا مشاكل، فلازم الانسان يعرف انه ما في مهنه الا وراها عواقب، الا وراها تحديات وصبر. فخاصه مهنه المحاماه لازم انت تكون صابر شويه على اساس انها هي مهنه علاقات، لازم تكون عندك علاقات طبعاً. لازم تكون انت عندك اسلوب، انت كيف توقف عند القضاء. انت استاذه ما شاء الله عليك سمير، ما شاء الله وضحتي الصوره او حطيتي زوم شوي على الصوره وكبرتيها لنا عن دور المحامين وتحديدا دور الجمعيه. الاستاذه موزه مسعود رئيسة الهيئة الإدارية في جمعية الإمارات المحامين فرع الفجيرة، نحن سعداء جدا بتواجد معنا الليلة. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. يعطيك العافية. مشاهدينا، تعزيزا للثقافة الأمنية لدى طلبة الجامعات، نظم مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي معرض توعوي في جامعة طيران الإمارات تحت شعار احمي نفسك، وذلك للتثقيف والتوعية بأضرار المخدرات. نعم مشاهدينا، وطبعا يستهدف المركز فئة طلبة الجامعات من خلال حملات توعوية عن مخاطر المخدرات وآثارها السلبية. للمزيد في سياق هذا التقرير التالي. الحمد
حملة تحمي نفسك حملة دأبت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز حماية الدولي على إطلاقها وإعدادها وتنظيمها في مختلف الأماكن مثل الجامعات ومراكز التسوق وفي قنوات التواصل الاجتماعي. الحملة هي تركز على التوعية بالقانون، قانون مكافحة المخدرات. العديد من الأشخاص ما يعرفون ما هي الحجية القانونية أو العقوبات القانونية على بعض التصرفات أو السلوكيات، فبالتالي نحن نعرفهم بأن القانون هناك في مواد تساعد الشخص متعاطي المخدرات على العلاج وتضمن له حق السرية في التعامل مع معلوماته وتضمن له كذلك حق العلاج الكامل وتضمن له أن يحصل على فرصة كاملة للعودة لحياته الطبيعية. تركز هذه الحملة طبعاً في هذا المكان على طلاب الجامعات، احنا نطلقها في مختلف جامعات الدولة في أيام مختلفة بالتنسيق مع إدارات الجامعات لتوصيل الرسالة للطلبة بأن نحن معكم، احمي نفسك لتكون فرد سليم بعيد عن المخدرات، بعيد عن أي سلوكيات إجرامية ممكن تؤثر على مستقبلك. أنا من هذا المنبر أنا أدعو الجمهور سواء كان أولياء أمور أو أشخاص طلاب أنهم يطلعون على هذه المواد القانونية ويعرفون تماماً بأن القانون في صفهم متى ما أرادوا العودة للحياة الطبيعية، متى ما أردت الإقلاع عن المخدرات، متى ما لقيت نفسك متورط في عملية أو في موضوع في تعاطي مخدرات، تستطيع اللجوء لمركز حماية الدولي قيادة العامة لشرطة دبي بكل سرية وتحصل على حقك الكامل ضمن المادة 89 من قانون مكافحة المخدرات، كذلك المادة رقم 6 تكفل لك السرية، فبالتالي نحن قادرين على ترشيح خلنا نقول مراكز علاجية، التنسيق مع المراكز العلاجية، أو حتى قد يكون موضوع أقل من العلاج نقدر نوجه للنصح والإرشاد ويحصل منا على الاستشارة المجانية كيف يتعامل مع الحالة. مثل ما شفنا في التقرير السابق عن مخاطر المخدرات والحملة التوعوية، بنتعرف على تفاصيل أكثر بخصوص هذا الموضوع عبر الهاتف مع سعادة الملازم أول أحمد سالم الكعبي رئيس قسم البرامج المجتمعية بمركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي. مرحبا وسهلا فيك في برنامج الفجيرة تجمعنا. يا أهلا وسهلا فيكم إخواني، وشرفني وسعدني أني أتواجد وياكم في هذا البرنامج الرائع. ما شاء الله عليكم، نظمتم سعادتك في مركز حماية الدولي التابع طبعا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي معرض في جامعة طيران الإمارات تحت شعار احمي نفسك، لو تعطينا تفاصيل هذا المعرض. نعم أستاذي، نفس ما طلعنا على التقرير كلنا أن هذا معرض توعوي يقدم ويقدم وينفذ مركز حماية الدولي بشكل مستمر لطلبة الجامعات. الهدف من تعريف طلبة الجامعات بمخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكذلك بالخدمات اللي يقدمها شركاء مركز حماية الداخليين والخارجيين وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات لطالب الجامعة. نعم نعم ملازم أحمد، نبغي نعرف شو هي الفعاليات والأنشطة اللي أقيمت في جامعة طيران الإمارات من خلال حملة احمي نفسك. نعم الحملة هي ضمنت عدة عروض وعدة فعاليات صاحبة للورش. بديناها طبعا بعرض الفرقة الموسيقية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، طبعا هذه فرقة موسيقية استعراضية تفاعلوا مع طلاب الجامعة، وكذلك كان هناك عندنا عرض الكلاب البوليسية، وعملنا معرض صاحب لهذه الفعالية. طبعا المعرض كان الهدف من إيصال الرسالة التوعوية مع شركانا لطلاب الجامعات والإجابة عن جميع استفساراتهم، وكذلك كانت هناك عندنا ورشتين من خلال هذه الفعالية، ورشتين توعويات مع شركانا. نعم. ماذا تضمنت هذه الورشة التوعوية التي أقيمت من خلال هذا المعرض؟ طبعاً من الورشتين، الورشة الأولى كانت عبارة عن هي للشركاء سواء
شركاء نعم. مركز الحماية الدولي، شركاء اللي يقدمون خدمات للطالب أو الطلاب الجامعات. نعم. وكان دورهم في الورشة الإجابة عن استفسارات هذه الطلاب. صحيح. وجودهم كذلك نفسهم يكونون متواجدين في المعرض اللي عنده استفسارات إضافية يقدرون الشركاء يجاوبونه. الورشة الثانية كانت عبارة عن أضرار المخدرات من كل الجوانب. نحن جمعنا مع شركائنا كل الجوانب، بالجانب النفسي والجانب الصحي والجانب القانوني. نعم. وكذلك تم الإجابة عن كل الاستفسارات اللي تدور في ذهن الطالب. نعم ملازم أحمد، كيف ممكن أن حملة احمي نفسك أنها تساهم في التوعية والتثقيف بأضرار المخدرات؟ أستاذي الفاضل، نحن وجودنا ما في شك، يعني ما اشتركنا يساهم في تعزيز الوعي، وإحنا هذا هدفنا، نعزز الوعي لدى الطالب من خلال تعريفهم بالبرامج التوعوية والقوانين المقدمة من مركز حماية أو من الشركاء. نعم. عشان الطالب يقدر يسير حياته في المستقبل، يعرف طريقه، يعرف الصح، يعرف الغلط من بالقانون. نحن دائما نتكلم بالقانون. نعم استاذي، طبعا لو نتعرف ايضا على دور مثل هذه الحملات في تعزيز الثقافات الامنيه لدى الطلبه وحتى اليوم افراد المجتمع. نعم استاذي الفاضل، ما في شك ان مثل هذه الحملات تساهم بشكل كبير في تعزيز وتثقيف الطالب بكل الجوانب السلبية المحيطة به، وكذلك يعني من كل الجوانب، الجانب القانوني والجانب النفسي والجانب الصحي، وكذلك تعزيز الثقة لدى الطالب. يعني اليوم الطالب لما يتواصل معنا ويشوفنا نحن متواجدين وقريبين منه، تكون عنده ثقة كبيرة بقيادة العامة لشرطة دبي، وكذلك عنده ثقة كبيرة بشركاء مركز حماية الدولي، فيكون التواصل سهل وحبي أكثر منه قانونيا. إن شاء الله عليكم أنتم. نعم. لنا هالثقة ويعطيكم الصحة والعافية على جهودكم المبذولة. يعطيكم الصحة. نعم الملازم أول أحمد سالم الكعبي، رئيس قسم البرامج المجتمعية بمركز حماية الدولي والتابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. العفو. شكرا، يعطيكم العافية. أخوي علي، نحن ما زلنا مستمرين مع مشاهدينا، لكن من عقب هذا الفاصل خلكم معنا، نرجع للتواصل. يا مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. الحوار بين الآباء والأبناء موضوع جدا جدا جدا، وحطوا على كلمة جدا ألف خط، لأنه هو حساس ولا يجب التعامل معه بالفطرة فقط في ظل التطور التكنولوجي اللي نحن نعيشه والانفتاح على كل الثقافات. صحيح سمير، لأن الوضع حاليا تغير 180 درجة في أيامنا الحالية. ممكن الآن يلجأ الأبناء للأشخاص الخطأ نتيجة لتجاهل الآباء لهم، وممكن تتفاقم المشكلة في لمح البصر. نعم، وهنا يأتي دور الجلسات الحوارية اللي دائماً توعينا لخطورة سلوكياتنا الخاطئة مع الأبناء، واللي كانت هالمرة بعنوان الحوار الآمن بين الآباء والأبناء، اللي أقيمت في مكتبة خرفكان العامة، واللي كانت بتنظيم من ملتقى القراء العرب. نتكلم في هذا الموضوع إن شاء الله في فقرة إماراتنا. نعم مشاهدينا، معنا في الاستوديو الكاتبة والمدربة المعتمدة من هيئة المعرفة الأستاذة موزة الزيودي. حياك الله أستاذة موزة معنا في برنامج الفجيرة تجمعنا. الله يحييك أستاذ علي وأستاذ سمير. بداية شكرا على إتاحة هذه الفرصة، ومن خلال شاشة الفجيرة نتطرق لموضوع يهمكم ويهمنا ويهم كل بيت في في الدولة. نعم بلا شك. وبنتكلم عن موضوع إن شاء الله نثري فيه اليوم الحوار ونفيد ويستمتعون معنا إن شاء الله. نعم إن شاء الله. أستاذة موزة، بداية إحنا يعني نبغي نعرف المحاور الأساسية اللي في الجلسة الحوارية التوعوية الخاصة بالآباء والأبناء. نبغي نعرف المحاور الأساسية وشو تم التطرق إليها من مناقشات من خلال الورشة. تكلمنا أول شيء عندنا عدة محاور، كيف نبني الحوار الآمن بين الأسرة،
كيف ممكن ان نحن نتبنى ثقافه الحوار في الاسره. نعم. وليش الحوار مهم انه يكون متواجد بيننا نحن كعائله، وشو الخطوات اللي لازم نتبعها، شو الاشياء او شو السلوكيات المفروض نحن كاباء وامهات نبتعد عنها او ما نستخدمها لانها تاثر على عيالنا في بعض الشخصيات، او كيف نتعامل مع الشخصيات المختلفه من الاطفال، شو معناه الحوار المعنى الحقيقي. يمكن بعض الناس يفهمون ان الحوار اني انا اقعد مع الشخص اتكلم معه، بس الحوار كاسره له طرق معينه مش واضحه، مو بس بالكلام يعني، بالفعل نحن نقدر نسوي الحوار هذا. فراح نتطرق ان شاء الله بالتفصيل عن هذه الاشياء ان شاء الله باذن الله. طبعا استاذ، اذا تكلمنا اليوم نحن عن بيئه الحوار، كيف نحن اليوم كاسره خلينا نتكلم وكاباء وكابناء نخلق بيئه امنه لفتح الحوار، ان الابناء يكونوا مرتاحين ويشعرون بكل اريحيه عندما يفتحون الحوار مع الاباء. بدايه ننوه لنقطه وايد مهمه. نحن لما نقول حوار، حوار معناته استماع انصات. نعم. الحوار يعني أنا أكون شخصية الطفل. نعم. أكون عنده معرفة، أهيئة أنه هو يتعامل مع الناس في المجتمع. الحوار مو بس مثل ما قلنا في البداية أني أنا بس أقول كم من كلمة أو مجرد إيش حالك شو أخبارك والزين. نعم. ومع السلامة، لا، هي أشياء دقيقة وتفاصيل وايد مهمة لازم ننتبه عليها. نوطد علاقاتنا ويا عيالنا، يعني هذه من البداية لازم تصير. عشان يصير في حوار آمن وكل بيت يكون في حوار آمن، لازم يبدأ من البداية. ما يصير أقول بعد ما يصير عمره مثلاً 20 سنة أبدأ مع ثقافة الحوار، لا، المفروض نبدأ بهذا الموضوع من البداية، من الصغر، أننا نوطد علاقتنا ويا عيالنا، نسولف معاهم، ناخذ ونعطي معاهم، نشاركهم مشاكلنا مثلاً. عادي نقول ناخذ رأيهم بالأمور الحياتية اللي تصير عندنا، لأن هذه الأشياء راح تزرع الثقة فيهم، والثقة هاي راح تساعدهم ان هم يلجؤون لنا في كل مرة يحتاجون فيها مثلا لحوار، لان في حوار آمن. اقتبس قول المفكر الكندي جان بانييل، يقول جان بانييل: الحب ليس فعل الاشياء الخارقة، انما الحب فعل الاشياء الاعتيادية بحنان. يمكن اكثر الاشياء اللي نحن محتاجين نستخدم منهج الحنان فيها هي حوارنا ويا اهلنا، او حوار الاهل مع الابناء. وأي بيت يخلى من الحوار هو بيت يخلى من الحب، وأي بيت يخلى من الحب هو يخلى من الإيمان. ليش؟ لأن قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ولن تؤمنوا حتى شو تحبوا. فأي بيت يبنى على حوار بيبنى على حب، ومن الحب يبنى على الإيمان. فوطوا علاقاتكم ويا عيالكم، اصنعوا ذكريات حلوة بسيطة، هذه الذكريات الحلوة البسيطة هي اللي بتخلق حوار آمن بيننا أو بين آبائنا، لأنها قاعدة تصنع ثقة بيننا وبينهم. نعم أستاذة موزة. أستاذة، اليوم خلنا شوي نتطرق لموضوع الحوار أكثر ونتعمق فيه، ونبغي منك كونك خبيرة في النقطة هاي سمير أيضا، أنا شارك الموضوع بأن كيف أنا أوصل ولدي، أنا كأب كيف أوصل ولدي؟ إن شاء الله يوم بتيب عيال. يوم بتيب عيال. كيف أوصل ولدي أو بنتي لدرجة الصراحة وياي أو ويا أمهم مثلاً، بأنهم يصارحوني بكل حاجة بدون ما يخجلون أو ينحرجون مني، ولكن في نفس الوقت بعد أباهم يحتفظون سمير بما يسمى بالحياء بمستحاهم. يعني في أمور أبغيهم أنا يصارحوني بكل شيء، لكن في أمور مثلاً المفروض انهم يستحون منها ويحافظون بالحياة في حدود الادب. في حدود الادب ابا يكون في توازن في الحوار هذا. بعد نقطه مهمه، اي حوار يصير في البيت ما في حدود حمراء، لان اهلي، لازم اهلي اللي انا الجأ لهم اتناقش معاهم. يمكن بعض الاشياء الحساسه انا المفروض ما الجأ لناس ثانيه اتناقش معاهم بهاي الاشياء. فنهتم وبهاي النقطه المهمه انه ما في حدود حمراء في البيت. ثاني شيء، لما أنت تتعامل معه بحب وحنان وتتعامل معه بأمان، تعطيه الأمان، ردة فعلك مثلاً لبعض الأسئلة اللي يسألونها عيالنا، تعصب مثلاً، تستخدم عاطفتك بدال عقلك، اعرف كيف تجاوب على سؤاله. إذا حسيت أن السؤال مثلاً يمكن شوية صعب أنك تجاوب عليه بصورة واضحة،
يجيب له قصة مثلاً، اشرح له بطريقة قصة، اضرب له مثال، اضرب له مثال يمكن موقف أنت مريت فيه يخص هذا الموقف المحرج، فهو توصل المعلومة بطريقة غير مباشرة. نفس الشيء لما نتناقش عيالك مواضيع حساسة أو محرجة شوية، حاول أنك مثلاً لا تحط عينك بعينه وأنت تتكلم عن هاي الأشياء، وتوضح له بعض الأشياء، لأنه ما يضطر هو يصير يسأل ناس تبرع البيت، ويمكن توصل له معلومات لازم ما توصل له، أو توصل له المعلومة بصورة خطأ، أو يضطر هو بعد يصير يبحث عنها في جوجل. عمو جوجل ما مقصر معانا، نعم، الصراحة، نعم. فيبحثون وتعطيه معلومات مغلوطة. تسوي لهم لوك على جوجل الحين، تقدر تسوي هي في خاصية حجب معلومات، نعم. حتى في اليوتيوب، نعم. فمثل ما قلت، هاي الجواب يعتمد على الجواب الأول. أنت كيف توطد علاقتك مع عيالك؟ لما نتحسسه بالأمان الكافي، تعطيه الأمان الكافي أنك أنت تقدر ترجع لي بأي وقت تصير عندك مشكلة، أي فكرة تطرأ بالك أو أي سؤال تبى تسأله ترجع لي أنا. هو منطقياً أستاذة موزة وزميلي سمير، الابن أو البنت اليوم إذا ما حصل الأمان في والديه، صحيح، عمره ما راح يحصله في أي حد. ممكن الناس اللي برع يحسسونه بالشيء هذا، صح، ولكن لن يكون مثل اللي يحملانه والديه له، صحيح، بلا شك. لذلك نعم أشكرك أنا على هذه النقطة تحديداً، اللي يبغينا أكثر أن نحن نكون قراب سمير من أولادنا وبناتنا، لابد أن نتقرب أكثر. حاليا في الوقت الحالي ما نغش بعضنا، يعني خلينا نتكلم شوي شفافية، ولا نستحي بعد نعبر عن في تنافر أصلا حتى، صحيح، صاير، صحيح، وما نستحي نعبر عن حبنا لهم. إحنا في مجتمعنا، ما أدري إذا توافقوني الرأي، يمكن وايد نستحي أن نحن نعبر عن مشاعرنا، بالضبط. أو نشوف أن عيب مثلا أني أنا أبوس ولدي أو أحضنه، عادي ترى هو ولدي. شبعوا عيالكم عاطفيا عشان ما يلجؤون برا ويدورون على هالعاطفة برا البيت، لأن هذا بالأخير دورك أنت. بالعكس، أنا سمعت تسجيل عن موضوع الحوار، كنت أحاول يعني أجمع معلومات، ففي أم في جلسة من الجلسات الحوارية تقول أنا كيف أحضن ولدي وأبوسه يمكن يعني تخلق فيه مشاعر. فأنا استغربت أنه كيف تخلقين فيه مشاعر، يعني مشاعر لازم ما تكون موجودة فيه. بالعكس، لما أنت تشبعيه عاطفيا في البيت، هذه المشاعر بتكون عنده طبيعية عادي موجودة، بيعرف حتى يتعامل ويا زوجته مستقبلا وعياله، ما راح يخليه مثلا يفكر بهاي المشاعر لأنه يشوفها طبيعية موجودة في البيت. نعم، على سبيل المثال مثلا عندك بنت، عفوا على المقاطعة، تقولها أنت جميلة، أنت ما شاء الله اليوم إطلالتك حلوة، فتسمع مني، صح، بيكون شيء عادي عندها، عادي، بحيث أنه لو سمعتها من شخص آخر برا تتفاجأ بالكلام الجديد عليها، هي شيء جديد عليها، لكن إذا سمعتها برا وأصلاً أنت عادي، يعني هي أبوي يقول لي أنت حلوة، عادي، صح، أبوي، أمي، صح، تقول لي، أخوي العود يقول لي، بالضبط، أخوي الصغير يقول لي، صح، فعادي عندها يعني. يعني أنا كنت أبى أرد على سؤال علي اللي سأله لك إياه أول شيء، ما أدري هذه يعني بحكم فلسفتي الخاصة، أعتقد متى ممكن أن الابن يكون هو صريح معي في كل الأمور بحدود الأدب؟ متى ما أنا كنت صريح معه، صحيح، متى ما أنا بادرت بأني أنا أعطيه أهميته، لأن في مجتمعاتنا الحالية نحن يعني قاعدين نقلص من دوره هو ككيان، لابد أني أحسسه أنه هو موجود، أنت بالضبط، فرد من أفراد الأسرة، صحيح، زين، نحن بنيه بغرض البيت، شو رأيك في اللون الفلاني؟ بالضبط. هل هذا يليق علينا ولا ما يليق؟ بنشتري سيارة الفلانية، عطنا رأيك، صحيح، نحسسه أنه هو شريك، صحيح، حسسه حتى بالمسؤولية، حسسه بالمسؤولية، ما أحسسه. اليوم أكبر خطأ أنا بوجهة نظري، شفت أصدقائي متزوجين عندهم عيال، أخواني، خواتي إلى آخره، أكبر خطأ أن نحن اليوم يعني نعيش أطفالنا وعيالنا أو أحبابنا بحياة هي ليست حياتهم، بدلع وترف زائد عن اللزوم. لا، أنا صح أكسي عليهم، أنا أكسي عليهم، ولكن بنفس الوقت أرخي عليهم، ولما أكسي عليهم أكسي بمش عشوائية، لأن أنا قلت في بداية الحلقة نحط 1000 خط أن نحن ما نتعامل على الفطرة في هذا الموضوع، لأن لو تعاملنا على الفطرة نحن منروح في يعني راح يكون تكويننا عائلة غير اللي نحن نبغى نوصل له. أنا سؤالي لك أستاذة، طبعاً نحن كنا نثمن دور العقاب ونثمن أيضاً دور مثلاً الثواب،
لما ولدي يسوي شيء طيب أجازيه بشيء طيب، لما يسوي شيء غلط لا أجازيه بشيء محترم. صح. يعني أخليه يحس بالعقوبة هذه. زين، أثر العقاب هذا هل إنه ممكن يعود بالسلب على نفوس الأبناء؟ يعني تقصد متى يكون العقاب مضر على مضر على الأبناء؟ نعم. أول شيء يمكن نحن أكثر ثلاث أشياء كآباء وفي مجتمعنا شطار نسوي العقاب. وكلمة لا في كل شيء نتفنن بأساليب العقاب والله. وكلمة لا في كل شيء سهلة عندنا. فالعقاب متى يصير مضر؟ لما يصير تأثير سلبي نفسيا على الشخص. الضرب يمكن أنا أقدر أنسى، العلامة تقدر تروح، بس داخليا نفسيا أني أهدم شخصيتك مثلا، أقول لك كم من لفظ لازم ما أقوله، أشتم الطفل أو أقارنه يمكن بخواته أو أخوانه، لأنه لازم نفهم بعد شخصية علي غير عن شخصية سمير وشخصية موزة، لازم نفهم هاي الأشياء بالضبط. ولما نتخذ أسلوب العقاب نحاول قد ما نقدر أني أنا مثلا شفت تصرف ما عيبني فولدي أبا أسحب عنه التليفون، أفهمه أنا ليش أسحب عنك التليفون؟ لأنك سويت 1 2 3 وهالشيء أنا أشوفه غلط، ولأني أنا لازم أعاقبك، ولين ما أنت تقعد مع نفسك وتتعلم من خطأك وتفهم شو الخطأ اللي صار تعال ناقشني فيه يمكن أنا أرجع لك التليفون. عطى حقه أنه هو يفهم السبب. حتى كلمة لا اللي نستخدمها في كل شيء، كل طفل حتى ونحن كبار إحنا من حقنا نعرف ليش لا، لأنه هو يسأل، هو ما يعرف أسباب لا. أنت يمكن أوعى عنا، أنت أفهم عنا، أنت شايف الحياة أكثر عنا، هو ما شايفها. أقول له السبب. هذا السبب. أستاذة موزة، هذا في اللي يسأل، في الطفل اللي يسأل سمير، واللي أحيانا يتساءل ويدور إجابة ويبحث عن إجابة من خلال والديه، إذا قدموا له أهلا وسهلا، ما قدموا له يبحث عنها برا ممكن الإجابة هذه. لكن إحنا تكلمنا باللي يسأل، لكن شو الحل أو شو التصرف السليم مع الطفل الكتوم أستاذة موزة؟ هذا أنا أتوقع والسادة المشاهدين أكيد يتابعون وعارفين أن الشخصية هذه أو الطفل هذا الكتوم تحديداً صعب جداً التعامل معه، فشو هي الطريقة الأمثل للتعامل مع كذا الأطفال؟ هم نقطتين لازم ننتبه لهم. أول شيء ليش هو كتوم؟ هل هو كتوم من الطفولة ولا فجأة صار كتوم؟ هني لازم نفرق بين تفرق هاي يعني؟ تفرق، لأن إذا هو كذي هذه شخصيته. يعني شخصية موزة مثلاً من الصغر هي خجولة، شخصية علي اجتماعي عادي يتكلم ويا الناس يقعد ياخذ معاهم، صح ولا لا؟ تشوفون هالأشياء بين عيالكم. نعم. حتى نعم. فهاي شخصيته خلاص، افهم ان هاي شخصيته، بس انت بازر في كل مرة انك انت تسأله، عطى مهام مثلا، هاي المهام تخليه يضطر انه مثلا يتكلم ويا الناس او يجتمع ويا الناس، حاول انك مثلا تدمجه ويا الناس. اما اذا هو كتوم لأسباب ثانية، فجأة صار الولد كتوم، أكيد في شيء خطأ صار في البيت أو برا البيت، وأنت من حقك أنت تقعد معاه تحاول تفهم. مو شرط يكون السؤال مباشر ولدي شو فيك، لأن بعض الأحيان ما بيجاوبونك بكل صراحة، لأن أساساً هو صار كتوم لأنه شاف شيء مثلاً، يمكن يخاف يتكلم معك، أنت كله معصب كله تصارخ عليه، أو ترجعون من الدوام ما عندكم وقت أساساً تتكلمون معاهم، وردة فعلكم في كل مرة هو يجي يتكلم معاكم تكون مثلاً إنه ما عندنا وقت. إذن أستاذة نصيحة توجهينها لكل من يشاهد ويتابع ولكل أسرة، يعني نحن نطمح بأنها تكون أسرة مثالية. أنا عندي نصيحة حق الآباء والأمهات، وعندي كم من فكرة يمكن وايد طرحوها، بس لو أن نحن نتبعها ونعيد نكررها ما عندنا مشكلة. حق الآباء مثل ما قلت في البداية، شبعوهم عاطفياً، عبروا عن حبكم لهم، اصنعوا ذكريات حلوة وجميلة معاهم، كونوا أصدقائهم. يعني شو الشعور الحلو لما يكون بنتك صادقوهم بنتك او اختك، او ما شرط ترى يكون بنت او ولد، عادي خواتك واخوانك، ان لما تصير مشكله اول شخص يفكرون فيه ابوي ولا امي. ما اجمل هذا الكلام والله. فعلا. يقال جيش المرء افكاره، ويا ليت جيشه الثاني تكون اسرته. ثاني شيء، يا ليت يعني الجهات المعنيه تسوي مثلا دورات تدريبيه كيفيه التعامل مع الاطفال للمقبلين على الزواج، لان هالشيء راح يساعدهم وايد كيف يتعاملون مع اطفالهم وعيالهم. من حوار الاباء والابناء لحوار استاذه موزة، الحوار الشيق للامانه اللي استمتعنا فيه نحن والساده المشاهدين. استاذه موزة زيودي كاتبه ومدربه
معتمدة من هيئة المعرفة. نحن شاكرين لك تواجدت معنا، جدا سعداء بتواجدك أصلا معنا، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. مشاهدين الكرام، مواهب ومهارات صغيرة وطموحات كبيرة، ولكن بعد الفاصل انتظرونا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. مشاهدينا، التفوق الأكاديمي لعيالنا الطلبة جميل ويخلينا مستانسين وايد بالنجاح والتميز سمير. ونفس ما النجاح الأكاديمي يسعدنا أخوي علي، أيضا المواهب والمهارات بعد أكيد تسعدنا وعندها دور في شعورنا بالسعادة، لأن امتلاك عيالنا لمواهب متعددة مؤشر جيد لمستقبل جميل ومشرق. إن شاء الله منتابع معاكم مشاهدينا مزيد من التفاصيل في فقرة مجلس الدار. نعم مشاهدينا، ويانا في هاللحظات وتحديدا في الاستديو الموهوبة عليا الحداد، ممنتجة فيديو ومصورة، وأيضا معانا شقيقتها الموهوبة أيضا الريم الحداد، فارسة وعازفة بيانو. عليا حياك الله، والريم حياك الله، حياكم الله بثنتينكم معنا في برنامج الفجيرة تجمعنا. شو أخباركم؟ شو أخباركم؟ طمنونا عنكم. طيبين؟ بخير. طب أول شيء نبدأ مع واحدة واحدة. نعم. الريم صحيح؟ عالية. عالية؟ عالية. عالية والريم. أوكي. نعم. شو أخبارك عالية؟ زين الحمد لله. طيبة؟ ما شاء الله عليك، أنت خبيرة في السوشيال ميديا، منتجة، والريم؟ الريم صحيح؟ الريم أنت ما شاء الله عليك موهبتك بعد حلوة. مثلك ما شاء الله عليك، فارسة وعازفة بيانو، جميل جدا. عليا ما شاء الله عليك، أنت سفيرة من سفراء الأمان في شرطة دبي، خبرينا شو الأشياء اللي أنت استفدتي منها كونك سفيرة أمان؟ كوني سفيرة أمان لازم أطبق قانون وديمة الخاص بحقوق الطفل، أنشره بين ربعي في المدرسة. وكوني سفيرة أمان صرت متحف في الشندغة في دبي، صرت وصورت تور، كنت ياسا راوي الناس عن المتحف، وكنت أعطيهم تور تثقيفي. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. بنتقل للريم، أشوفها هادية كذي وساكتة، ترى هالهدوء عازفات البيانو على فكرة يعزفون يتمنون دائماً الهدوء، أجواءهم رايقة، ما يبون الإزعاج، ما يحبون الإزعاج. الريم، أنا أنتي طبعاً شاركتي في بصورة جميلة في المبادرات وبدأتي تطوع وكذا، شو اللي أول شيء حببك في التطوع ومتى بدأتي فيه؟ أنا بدأت عمر وايد صغير بالتطوع، كان عمري 3 سنوات، كنت أدخل مبادرات في أمي رمضان أمان، كنا نغلف الفطور وكنا نوزع على الناس في الشوارع. شو استفدتي من هال؟ استفدت إن أنا سأقوي شخصيتي وسأتعلم عمل الخير إن شاء الله دائما. ريم، أنا بسألك سؤال، شو دور ماما وبابا والأسرة كلها ان اليوم خلوك انت يعني ما شاء الله عليك مبدعه في مجال التطوع، عازفه بيانو وفارسه، شو دور الاسره في حياتك؟ انهم ناس علموني احترم، وهم اللي ربوني وتعلمت وايد منهم. من اللي يساعدك اكثر، دائما يكون معك، يروح معك، يشجعك دائما؟ امي وابوي. امك وابوك، منو تحبين اكثر، امك ولا ابوك؟ اثنينهم. اثنين، يعطيك الصحه والعافيه. عليا، احنا سمعنا شيء عنك، العصفوره قالت لنا انك انت تحبين المونتاج، بس شو المونتاج او شو تسوين من خلال المونتاج بالضبط؟ اوكي، فانا يوم اسوي المونتاج هو فيديو اديتنج، انا استعمل فيديو ستار وافتر افكتس، اثنيناتهم متطورين. ف يوم انا اسوي الاديت اول شيء احصل صوت شي باك جراوند خلفيه اغنيه شي، وأطلع صور وفيديوهات على حسب الأدت، إذا أبغى صور استعمل صور، إذا أبغى فيديو استعمل فيديو، يصير اثنينتهم بعد. فأنا أحط الصور والفيديوهات في الأب، بعدين أحط ترانزيشنز، يعني من صورة لصورة تختلف، فلازم شيء ينقلهم، فهالترانزيشن أحطه وشي ياخذ وقت، يعني شيء
وايد حلو ومتطوع. هي بس انت تستفيد عفوا سمير انت تستفيدين في شوف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه فيك ولا كتجاره مثلا انت تسوين فيديوهات اللي يطلب منك ابغي فيديو لحفله عيد ميلاد، فيديو لكذا، فيديو دراسي، فيديو توعوي، فيديو تعليمي تدريبي، ولا لك خاصه انت بس تسوي؟ انا سويت يعني كوني سفيره امان بعد سويت فيديو حق الشرطه في الفيوتشر اند فورسايت ديبارتمنت، سويت فيديو فيديو ادت ان صورنا المكان وبعدين يعني عرضته على موظفات، وانا بعد اسوي حق عمري ادت واسوي لهم بوست للسوشيال ميديا وشي. ما شاء الله عليك، يعني حتى مثلا عندك صديقه يوم ميلادها فسوينها فيديو يوم ميلاد، في يوم ميلادي ان شاء الله بطلب منك فيديو يوم ميلاد. ايه لازم يستاهل يستاهل سمير. حتى علي بعد يعني لازم انا وعلي سوينا فيديو. عليا ما شاء الله عليك، انت تشتغلين في المونتاج مثل ما تفضلتي، شو البرامج اللي تشتغلين عليها؟ نفس ما قلت قبل شوي احب استعمل فيديو ستار وادوبي افتر افكت. اوكي ادوبي افتر افكت فيديو ستار. فيديو ستار انزين. بالنسبه للتصوير خلينا نتكلم شوي، ايضا عصفورة علي خبرتني قبل شوي انك انت تحبين التصوير، متى بداتي هذه الهوايه؟ كيف اكتشفتي هذه المواهب فيك؟ قبل يوم كنت صغيره امي كلها كانت ياسه تصور وشي، انا كل مره اشوفها اقولها كيف ياسه شو تسوين، ابى اصور اعطيني تلفونك، اخذ تلفوني بس اصور كل مكان. بعدين شافت ان انا حابه التصوير. انت من نوعيه الاطفال او الابناء اللي يعبون التليفون الاستورج خلص كله هي استورج خلص من وراء التصوير اللي انت تصورينه. اوكي فمن يوم كنت صغيره يعني احب التصوير، فماما وبابا شافوا ان انا احبه وايد فقالوا ان يبون ياخذوني كاميرا، فمن هاك اليوم يعني خلاص استانست كل مره كل مكان اسير الكاميرا وياي يعني. اسير اصور كل مكان وكل شيء، مثلا اشوف شيء يعني مثلا هالطاوله فوق هالشيء عادي اصور. نعم ما شاء الله عليك سمير، انا بعد العصفوره طارت من عندك جت عندي انا ما شاء الله، العصافير مكثرهم اليوم. نعم. العصافير لان عندنا عصفورتين ما شاء الله ما شاء الله عليهم. نعم فالله يحفظكم ان شاء الله لاهلكم. وايضا العصفوره قالت لي عن ريم انها تتكلم لغات يا سمير ما شاء الله. ايه فنبغي نعرف شو هاللغات اللي تتكلمينها او انت تمارسين اللغات هذه، وليش او شو اللي جذبك في تعلم تعدد اللغات؟ انا طبعا في المدرسه كي جي وكي جي 2 تعلمت اللغه الانجليزيه، بعدين كي جي 2 تعلمت اللغه الفرنسيه. فرنسيه هي كان عندي خيارين، اتعلم الكمبيوتر ولا اتعلم الفرنسي، وانا احب اللغات وايد فانا اخترت اللغه الفرنسيه وانا الحين اقدر اجيدها، وبعدين قدرت اصور فيديو اتكلم في عده لغات وارحب زوار اكسبو 2020. يا سلام، يعني احنا لو قلنا لك بالفرنسي سمير نبغيها ترحب بمشاهدين ومتابعين برنامج الفجيرة تجمعنا. قولي يلا بينفينو علي صوتك شوي، علي صوتك وكانك انت مذيعه الحين، كانك مذيعه وترحبين بالمشاهدين برنامج الفجيرة تجمعنا. بينفينو فجيرة كومبيوتر. حلو ما شاء الله عليك، حلو انك انت اليوم قاعده تحاولين، يوم بتروحين البيت ان شاء الله وبتطورين من نفسك حاولي انك انت تتكلمين قدام المرايه باللغه هذه وتكتبين جمل وتتطورين اكثر، وان شاء الله يعني يكون لك مستقبل باهر. منو فيكم يحب برنامج التيك توك؟ انا. اثنيناتكم. حلو، بس في وحده مميزه بينكم ما شاء الله عليها عندها متابعين ومشهوره على التيك توك، خبرينا عليا خبرينا عن سر التيك توك وشو اللي تقدمينه على هذه المنصة. نفس ما قلت قبل شوي أحب أسوي editing، ففي التيك توك أسوي edit وأستعمل أدوبي وفيديو ستار، أسوي صور وفيديوهات أحطهم يا بعض ويطلع لي edit وايد حلو، فأنا كنت أسوي edit من زمان يعني وايد من زمان من يوم كنت grade 4 ياسا أسوي edit. اوكي فحبيت هالشيء وايد فتميت اطور من نفسي، اشوف فيديوهات يعني اشوف اسوي انا الحين يا ساعات اسوي اعطي دورات كيف تسوون اديتنج، اعطيت وحده ويا فريق شكرا لعطائك.
ما شاء الله فريق، شكرا لعطائك التطوعي، قدمتي معاهم دوره في الإدت. زين الإدت اللي في التيك توك ما فادش مثلا، او ان شفتي ان من البروفيشنال انك انت تسوين على البرامج الاخرى؟ بلا فادني يعني، اذا ما سويت يعني اذا ما نشرته يعني احس يوم انشره يطلع شيء احلى ويعطيني كونفيدنس، شيء كونفيدنس بوست. نعم ما شاء الله عليك، يعطيك العافية. بعد عندنا ترى سمير الريم ما شاء الله فارسة. نوع عصفورة خبرتك بعد؟ لا لا لا، هالمرة في فرس خبرت. فرس خبرت. هي فرس، لأن هي ما شاء الله فارسة وتركب الخيل ما شاء الله عليك. خبرينا أول شيء سؤال يعني شوي جانبي، في خيل على قدي أنا يتحملني أنا، في عندكم خيول؟ فيها يعني نحن نقدر نركب خيول بعد؟ اطمننا يا سمير على مستقبلنا. نحن بنروح معاك ان شاء الله بنركب الخيول مع بعض. وشو اللي جذبك ايضا في هوايه ركوب الخيل؟ انا كنت اطالع فيديوهات شيخ فزاع يركب الخيل والصور، كنت اتابع على السوشيال ميديا، انا حبيت هالشيء وايد، وكنت اكثر اقنع امي ان تدخلني ركوب الخيل. هي كانت شوي خايفه علي يوم كنت صغيره، بس الحين انا قدرت اقنعها، وانا الحين في اسطبل من احسن الطلاب عندهم. ما شاء الله عليك، يعني انت اول ما يعني شفتي الخيل وكان يعني خاطرك انك انت تركبين الخيل، ما خفتي؟ لا ابدا. لا ولا من مرات مثلا الخيل عصب ولا انه كان يبى ينقز؟ لا اقدر احكي. ما يعض الخيل ريم؟ ما يعض اكيد. ابدا، انا اخاف دوم اتقرب منه اخاف انه يعض، يناخر اول ما يشوفه. هي يعني يعض او يرفس شيء او يرفس. هي هو دائما في قاعده، ما اعرف اذا صح ولا صالحي لي اذا غلط، ان الخيل لا توقف وراه. صح ابدا، حتى لو تشوفه انه هادي بعد لا توقف وراه. الهادي اكثر شيء، الهادي هو اللي يرفس. الهادي هو اللي يرفس يعني لا توقف وراه. شفتوا كيف يعني نحن نستفيد الان ان الخيل ما نوقف وراه، والهادي اكثر واحد ممكن يعصب او انه يضرب. ما شاء الله عليك. طبعا اليوم قدمتي ايضا محاضره عليا عن الميتافيرس، وهذه التقنية الرائدة القادمة بقوة في مجتمعاتنا، والميتافيرس يعني نقلة نوعية راح تكون إن شاء الله في دولنا. خبرينا عن الأشياء اللي قدمتيها عن الميتافيرس. يا فريق شكرا لعطائك التطوعي، قدمت محاضرة عن الميتافيرس. شو الأشياء اللي قدمت يعني شو الميتافيرس، وشو الأشياء اللي يعني ديس أدفانتجز من الميتافيرس؟ أوكي. مثلا شو الأشياء ديس أدفانتجز؟ يعني حد يقدر يسوي لك هاك، يوم أنت لابس الهيدسيت مال الميتافيرس حد يقدر يسوي لك هاك، ياخذ تفاصيل يعني وين تعيش، ومثلا كريدت كارد نمبر وشي، فيعني مو 100% سيف. بس أنا الحمد لله كل ما أطلب شيء ولا أستخدم شيء على الإنترنت الدفع نقدا، الدفع نقدا، الدفع نقدا. يوم توصلوا لي بعطيكم. يوم توصلوا أي شيء أشوف إن شاء الله له شيء أبا، ومثلا خاطري فيه مثلا أبا أطلبه، يوم أشوف الدفع على الفيزا أو الكريدت أو إلى آخره ما أشتري بالبطاقة طول. نعم بنروح سمير للريم مرة ثانية، وما شاء الله عليك الريم وتبارك الرحمن من التطوع لإجادة اللغات أو التحدث باللغات لركوب الخيل، وإلى مؤخرا العزف على البيانو. نبغيك تكلمينا عن هذه الموهبة اللي أنت تملكينها ما شاء الله عليك. أنا تعلمت العزف على البيانو يوم كنت في كي جي، كنت أتدرب مع المعلمة، بعدين أنا حبيت هالشي وايد، وأنا قنعت أمي أن تدخلني مع حد ركوب الخيل العزف على البيانو قصدي. نعم. وحبيت هالشي وايد، وأنا أقدر الحين أعزف العديد من المعزوفات، وأعزف النشيد الوطني. كنت بسألت عنه الحين، تعزفين النشيد الوطني؟ برافو عليك. برافو عليك، حلو جميل جدا. هذا أهم نشيد تعزفينه وتتمرنين عليه، وبعدها إن شاء الله باجي المقطوعات الموسيقية. ما شاء الله عليكم، أكيد في موهبة أو مثلا في هواية أنتم كخوات تحبون تمارسوها مع بعض، ألا وهي التزلج على الجليد. زين خبرونا، نبدأ معاك أنت عن هذه الهواية. أنا وريما كنا صغار كل يعني نحب الثلج، ما في ثلج في دبي، بس مثلا نروح سكي دبي ونروح الايس سكيتنج رينك في دبي مول. فمن يوم كنا صغار كنا نروح ونجي نتزلج اوكي. فيوم كبرنا شوي يعني ماما وبابا شافونا شي حابين، ف
يعني دخلونا في معهد شيء نتعلم كيف نسوي سكيتنج. الحين أنا وهي إذا تودونا أي مكان في سكيتنج عادي. عادي. زين. نساعدكم بعد. أنا بسألك آخر سؤال، شو طموحاتك وأمنياتك المستقبلية بشكل سريع؟ أنا أتمنى أن أكون في مسابقة كبيرة لركوب الخيل وأعزف النشيد الوطني قدام الشيخ محمد إن شاء الله بإذن الله. وأنت شو أمنياتك؟ أتمنى أن أكون موفي أديتر ويعني أسوي شي فيديو كبير حق شرطة دبي. ها يعني my biggest goal. سويت أراضي فيديو بس زيادة وزيادة أحسن إن شاء الله بإذن الله. الله يوفقكم إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله. كل الشكر لتواجدكم معنا، يعطيكم الصحة والعافية. الموهوبة والمميزة عليا والموهوبة والمميزة ريم، كل الشكر لكم. كل الشكر. يعطيكم العافية وما قصرتوا. مشاهدينا الكرام، نظم أمس مستشفى الشرق يوما صحيا توعويا استهدف كافة موظفي دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، حيث تضمن تقديم محاضرة حول أمراض القلب إلى جانب إجراء فحوصات دورية تشمل تقييم السكر وكتلة الجسم. أخوي علي. نعم، أيضا وقياس الوزن والضغط. وتهدف هذه المبادرة إلى التوعية بأهمية إجراء الفحوصات الدورية. جدير بالذكر أيضا أن المبادرة تستمر حتى 4 أكتوبر القادم في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة الفجيرة. مشاهدينا، نتابع معاكم هذا التقرير. طبعا مستشفى الشرق قام بإجراء مبادرة، المبادرة غايتها توعوية امتدت على مدى أسبوعين. الغاية منها هي التعريف بأمراض القلب، وطبعا هي جاءت بمناسبة يوم القلب العالمي، فهي تضمنت إجراء مجموعة من المحاضرات التوعوية في مختلف الفعاليات الحكومية في الفجيرة، وتضمنت محاضرات تتكلم عن أمراض القلب، عن الحماية من أمراض القلب، كذلك تضمنت ورش عمل تتضمن فحص المرضى وتقييم السكر وكتلة الجسم وقياس الضغط والوزن بالنسبة للمرضى. الغاية منها هي تعريف الناس بأمراض القلب والحد من انتشار القصة، وأيضا تنبيه الناس إلى ضرورة الفحص الدوري لأمراض القلب. نفس السياق الحملة اللي كانت بعنوان لكل قلب، واللي أطلقتها جمعية القلب الإماراتية بمناسبة اليوم العالمي للقلب، واللي صادف بتاريخ 29 سبتمبر من كل عام. نعم مشاهدينا، هالحملة كانت بحضور عدد من ذوي الاختصاص ومشاركة الجمهور مباشرة عبر منصة زوم، وناقشت أيضا المواضيع المتعلقة بعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية وسبل الوقاية منها. مشاهدينا، نرحب بالدكتور عمر سالم الفلاسي، استشاري أمراض القلب وكهربائية القلب. حياك الله دكتور. مرحبا، السلام عليكم. الله يحييك ويعافيك. الله عليك السلام ورحمه الله. يا مرحبا، طبعا شرفتنا في برنامج الفجيره تجمعنا، حياك الله. الله يطول لي في عمرك. شرف لي. الله يسلمك دكتور. بدايه نبغي نعرف شو كان التفاعل، او شو كان التفاعل خلال هذه الحمله التوعويه لكل قلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الصراحة الحملة كان فيها حضور جدا ممتاز، يعني نحن يوم أطلقنا منصة الزوم ممكن كان فكرة جديدة أو توجه جديد للحملات التوعوية. نعم. فكان الحضور جدا ممتاز، وتفاعلي مع
مع الجماهير، كانوا الجماهير يلقون الأسئلة بشكل مباشر وكنا نرد عليهم بشكل مباشر. طبعا وصلتنا طلبات كثيرة حتى من بعد ما انتهينا من الحملة التوعوية أن نستمر ونعيد مثل هذه الحملات التوعوية، لأن الكل طبعا يا أن في شخص يعاني من مرض أو شخص عنده حد في البيت يعاني من مرض للقلب، فكانت الصراحة الاستجابة جدا جدا طيبة، وكان الهدف أن نوصل المعلومة بطريقة صحيحة ودقيقة لكن في نفس الوقت سهلة على الجمهور من الفاعلين الموجودين ويانا. نعم أستاذ، من هم الفئات المستهدفة؟ صراحة نحن كنا نحاول نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، يعني ما حاولنا أن نغطي بس الأشخاص اللي عندهم مثلا أمراض القلب، بالعكس كنا نبى نطلع من نطاق أمراض القلب ونغطي أكثر شريحة من الناس. الكلام كان عن البالغين بس في نفس الوقت يعني حاولنا أن نتبع مبدأ درهم وقاية خير من قرطار علاج، يعني أنك تستهدف الناس اللي هم بعد ما عنده مرض بس عنده مسببات أو عوامل ممكن تؤدي إلى مرض قلبي، فهذه كانوا مشمولين في الندوة. نعم دكتور، أيضا قدمت هناك ورشة توعوية، قدمت ورشة توعوية، شو مضمونها دكتور؟ الورشة كانت يعني هي كانت في تاريخ 24 سبتمبر، نحن جلسنا مع الصحافة بحيث أن نوسع نسبة الوصول أو نسبة المستفيدين من هذه الحملة. نعم. فتكلمنا فيها عن المسببات الرئيسية لأمراض القلب والشرايين، تكلمنا فيها عن أساليب العلاج الحديثة لأمراض القلب والشرايين القلبية وغير الشرايين القلبية، يعني احنا اخترنا بعناية الناس الموجودين، فلو بتلاحظ يعني المشاركين كانوا صحيح كلنا كنا استشاريين للقلب لكن كان في مثلا الدكتور عبد الله ويانا استشاري قسطرة، كان في استشاري الدكتور يوسف ويانا استشاري مثلا تصوير لعضلة القلب، الدكتورة جويرية كانت لقصور عضلة القلب، أنا تخصصي مثلا كهربائية القلب، فحاولنا أن نغطي أكبر فئة ممكنة على أساس أن إذا استدعى الأمر رأي دقيق أو رأي فيه حاجة لمختص أن المختص يكون موجود يقدر يجاوب بسهولة على السؤال. نعم دكتور، أهم نصيحة ممكن نقدمها للأشخاص اللي يتعاملون مع ناس مقربين منهم ومصابين بأمراض القلب سواء في الإسعافات الأولية أو حتى في طرق التعامل معهم في بشكل عام؟ يعني أهم نصيحة يعني من موضوع خلنا نقول الإسعافات الأولية، في أكثر من برامج وفي برامج يسمونها الإنعاش القلبي، برامج الإنعاش القلبي. نعم. صراحة نحن سوينا وايد حملات توعوية على أساس أن يعني تقدر تغطي أكبر شريحة ممكنة من المجتمع أن يكون أقل ما فيها قادر على أن يسوي الإنعاش القلبي لين وصول مثلا المساعدة عن طريق المسعفين، فهذه تفرق بشكل كبير في يعني احتمالية نجاة المريض إذا لا قدر الله كان في توقف لعضلة القلب، وحتى إذا كان في توقف تحسن الـ النتيجة النهائية حق المريض هذا، فهذا شيء جدا 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 مهم. بالنسبة للأشخاص الثانيين اللي هم محاطين بأمراض يعني حواليهم أشخاص عندهم أمراض في عضلة القلب، أعتقد الدعم المعنوي جدا مطلوب، تحميس الشخص على الالتزام بالأدوية، يعني واحدة من أكثر الأشياء اللي نحن نشوفها من أمراض القلب أن بعد فترة يحس أنه تحسن يبدأ يوقف الأدوية من نفسه، يعني وهذا غلط كبير للأسف أن نشوفه، فالاستمرارية في الأدوية بحيث أن نتجنب أن يتفاقم المرض أو لا قدر الله أن تحصل مثلا جلطة ثانية أو جلطة ثالثة للمريض هذا، فهذا يعتقد أهم الأشياء اللي المفروض أن أي شخص عنده مريض أو حواليه مريض أو هو مثلا كان مريض أن يلتزم فيها.
والله يشافي الجميع دكتور. يا رب. نعم دكتور عمر سالم الفلاسي استشاري أمراض القلب وكهربائية القلب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة دكتور. جزاكم الله خير، يعطيك العافية. شكرا، يعطيك ألف عافية. يا مرحبا وسهلا سمير، وصلنا أعتقد لختام الحلقة. نعم وصلنا لختام الحلقة. طبعا شكرا جزيلا لك. كل الشكر لك أخوي علي، أيضا أنت على إبداعك المتواصل وعلى تميزك الدائم. وأنت يعني نحن نفرح لما أنت تكون موجود معنا صراحة. من البعض إحنا يسلم. جزاك الله خير أخوي علي. مشاهدينا الكرام، نحن وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم ولهذا الأسبوع. نلتقي معاكم إن شاء الله يوم الاثنين القادم على حلقة جديدة بإذن الله من برنامجكم الفجيرة. تجمعنا أنا وأكيد زملائي المبدعين علي وسهام. نعم مشاهدينا، وصلنا معاكم لختام هذه الحلقة على أمل لقاء بكم إن شاء الله الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وتصبحون على خير.